السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير، أموركم بخير دائما وأبدا إن شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم على بركة الله غادي نقدم لكم بطبوط أو المخمر ديال الحليب، كيجي لذيذ بزاف، كيجي هشيش، كيجي بحال القطن. كنتمنى أنكم تجربوه، ما عليكم إلا تتبعوا معايا المكونات وطريقة التحضير. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجو هنا تقريبا جوج الاكواب ديال الدقيق الابيض، وهنا جوج الاكواب ديال السميد الرقيق اولا الفينو. كنخلطوهم مع بعض، يعني نفس الكميه اللي غادي تستعملوا ديال الفينو غادي تستعملوها ديال الدقيق الابيض. غادي نزيد عليها معلقه ديال الخميره ديال الخبز اولا معلقه ونص على حسب الجو. غادي نزيد عليها كذلك معلقه من السكر. كما قلنا غادي نضيفو دابا كاس ديال الحليب دافي، تقريبا 235 ملي، يعني كوب القياس ديال الكاس اولا الكاس اللي عبرتو به الدقيق نفسه غتعبروا به الحليب. كما قلنا جوج ديال الكيسان ديال الدقيق العادي الابيض وجوج ديال الفينو، معلقه ديال السكر، معلقه ديال الخميره، كاس ديال الحليب. غادي نعمل الملحه، وغادي نحتاج من بعد الماء اللي غادي نعجن به، وواحد جوج المعالق ديال الزيت اولا ديال الزبده على حسب يعني الذوق ديالكم، سواء الزيت عاديه اولا الزبده. غادي نعجنوا العجينه ديالنا على بركه الله. نزيدوا الماء، غنبداو نزيدوا الماء شويه بشويه حتى نحصلوا على واحد العجينه اللي هي مرخوفه. فاش حصلنا على عجينه غادي نزيدو الزيت، جوج المعالق ديال الزيت اولا جوج المعالق ديال الزبده، وغادي نعجنو العجينه ديالنا. وفي حاله ما احتاجنا الماء كنضيفو دائما الماء حتى كنحصلو على واحد العجينه اللي هي مالسه ورطبه. بعدها كنحصلوا على واحد العجينه اللي هي متماسكه، كنعملوها في بلاستيك اولا في بواط وكنخليوها كتخمر. هنا العجينه ديالنا راها خمرات كما كيبان لكم. غادي نزول يعني الهواء اللي فيها، كندهن يدي بشويه ديال الزيت تقريبا بهذا الحجم. كندهن الوجه ديالهم بشويه ديال الزيت. كنقسموا العجين ديالنا على كويرات وكنخليوهم كيرتاحوا. كناخذوا شويه ديال الدقيق كنرشوا به، كناخذوا كويره وكنحاولوا نبسطوها.
كنغطيهم وكنخليهم كيرتاحوا واحد 10 ديال الدقائق وغادي ندوزو ان شاء الله باش نطيبوهم. كناخدو مقلاه كنوضعوها على نار متوسطه، النار ما كتكونش نار عاليه. كناخدو مقلاه من الاحسن انها تكون من نوع ثقيل يعني شويه، ما كتكونش يعني نوع خفيف. وكناخدو القليل من الزيت وكنرشو المقلاه بالزيت، يعني كميه قليله ما كتكونش كميه كثيره. هنا رغم ان المخمر عفوا قرصناه بالقليل من الدقيق، الا اننا غادي نطيبوه بالقليل من الزيت. كنضعوا المخمر في المقلاه، كما قلت لكم النار تكون متوسطه. كناخذ يدي كنوضعها في القليل من الزيت وكنبدا كنحرك بهذه الطريقه هذه لمده ديال واحد 10 ثواني تقريبا. بعدها كنقلب المخمر الجهه الثانيه، ما كنتركوش المخمر لحد ما كيتحمر من الجهه الاولى، يعني كيتحمر مزيان، لان الا تحمر مزيان الجهه الثانيه كيكونوا فيها عشان نقول لكم بواقات ولا بقلات، ما عرفتش بواقات كيكونوا فيها بواقات، يعني كيعطي المنظر ديال المخمر ما كيكونش مزيان. كنمشيو بهذه الطريقه وباستمرار كنبداو كنقلبوا حتى كنحصلوا على مخمر مذهب ولونه جميل ورائع. كما كيبان لكم هنا كنبدا نضغط غير على الجوانب على اساس ان المخمر يكون يعني طايب من جميع الجهات. بالنسبه للجهه اللي كتبقى بيضاء ممكن انكم تحمروها بهذه الطريقه هذه. كنوضع الخبز ديالي على الشبكة حتى كيبرد كليا، وهذا هو المخمر ديالنا. انا غادي نقطع لكم من الوسط باش تشوفوا الشكل ديالو كيف راهو. كيجي خبز رائع جدا البنات، اكيد ما غاديش تندموا الا جربتوه. كيجي بحاله يعني بحال القطن، نتمنى انكم تجربوه وإن شاء الله يكون نجح معكم. شكرا لكم البنات وشكرا على متابعتكم.